حسيت ايه بالاهانه، حسيت زيدا بالتنمر، يغزروا لك شوف شخصك شو معناها، شو كيفاش معناتها راكبه معانا في التاكسي، شو كيفاش تقضي من المجازام تاعنا، شو كيفاش يدوروا بيناتنا. تعتبر تونس اول دوله في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تسن قانونا يعاقب التمييز العنصري، الا ان عددا من التونسيين من اصحاب البشره السوداء أكدوا لأخبار الآن معاناتهم اليومية مع العنصرية، خاصة بعد توافد أعداد كبيرة من أفارقة جنوب الصحراء على البلاد. أنا نحس بالخوف سيتو كي نمشي في الشارع ولا نمشي وحدي ونلقى جروب متاع عباد قشرتهم بيضاء، بقوا يغزول على جنب ولا ساعات يتهدوا باش يهجموا علي، وقت لازم يقول كلمة تونسية باش تثبت لي أنا تونسية، ولا يطلبوا مني السماح يقولوا لي معناها سامحنا غلطين فيك، ويقولوا لي يعرفوا لي معناها يعرفوني اللي راه حكايات صايرة برشا، دونك هكا علاش خايفين. نحس بالخوف على خاطر الإفريقيين كثروا في بلادنا، واحنا ولينا معتبرين معناتها ذو البشره السوداء، ولينا معتبرين معناتها مانيش توانسه، معناتها مانيش توانسه بالكل. دونك تخاف لا يصير لك معناتها اعتداءات، تخاف لا يضربوك، تخاف من كل شيء وليت معناتها. لم يمارس البعض من التونسيين الرافضين لتواجد افارقه جنوب الصحراء العنف فقط على المهاجرين، بل طال ايضا هذا العنف بعض التونسيين الذين فقدوا الإحساس بالأمان في وطنهم وفق تعبيرهم. إحساس بعدم الانتماء سقطوا بالأخص حاجة، خاطر احنا توانسة وتولدنا توانسة واحنا في افريقيا افريقيين، معناتها كنا رانا افريقيين بشرة سمراء ولا بشرة بيضاء، كنا افريقيين كنا نطبع نفس القارة. إحساس بعدم الأمان أكثر حاجة، عدم الانتماء وليت بصفة غريبة معناتها هنا. تعرضت أي موقف عنصري في مغازة نقضي أنا وأمي، احنا نخلصوا على الكيسة وجاء واحد تونسي قال من فضلكم بعدوهم ما يصبرناش ياكلونا في ماكلتنا، ما خليولنا حتى حاجة، شوف معناها كيفاش، شوفوا يا عباد من الاخر معناها شوفوا اغزروا كيفاش وصلنا للوضع هذا، دول مالما خرجوهم من البلاد. خزرت لأمي قالت له سامحني رانا توانسة، شخسر علينا غدرنا قلنا سامحني ومشى. مش بين الموقف معناه مش وقف معناه، وجعاني برشا، حسيتها برشا برشا، كيما ما نحبهاش انا كيفاش نصرفها مع انسان اخر معناها اسمر ولا ابيض كيف بالنسبه ليا، مي موقف يوجع برشا مصيبه، وما نتمنىش حتى حد يتحط في موقف كيما هكا. تعرضت للعنصريه هيك يا وليت خبزنا اليومي في صفاقس، ملي وليت تجاذبات بين الصفاقسيه والافريقيين، ولينا مع كل شيء، مع الخضار، مع التاكسيست، معناتها وين تمشي وليو ما عادش فماش معامله باهيه، سونتون حتى كان دخلت القهوه يتفجعوا دبل ما يراوك، يحسوا كي ما تتكلمش بالعربي معناتها بالحق، تحسك بالغزريات نتاعهم غريبه ليلك انت. وليت حاجه بالحق تألمني وتألم بناتي. في الإيقافات التعسفية اللي شهدوها متسكني جنوب الصحراء، رينا برشا توانسة توقفوا بسبب لون بشرتهم، رينا صورة مضحكة مبكية، متسكنين توانسة مواطنين توانسة يدوروا باسبور على جبهتهم نتاع ما توقفنيش أنا راني تونسي، كأنه تعلت بشرة سوداء جريمة كبيرة، كأنها تأشيرة تجم تمارس علي الاضطهاد خاطرني أنا أسمر. على الطريق، في النقل العمومي والخاص، داخل المحلات التجارية وفي كل مكان، يتعرض التونسيون من أصحاب البشرة السوداء الذين التقت بهم أخبار الآن للعنصرية، إذ أصبح اللون الداكن في ظل حملات الطرد الجماعي لأفارقة جنوب الصحراء تهمة وفق تعبيرهم. فهل يطبق فعلا قانون التمييز العنصري في تونس؟ أم أنه ظل حبراً على ورقه؟